للا سعد، مرحبا بك معنا في بودكاست أما بعد. احنا ما عندناش داك التشجيع ديال الفنان، راه غنى أم كلثوم نشجعوا ولا كنخسروا عليه صافي بقات لغا أم كلثوم. عطيني شي فنان كيهضروا عليه في الخليج كيغني. سعد المجرد، حاتم عمو. لا، حنا كانوا على الاغنيه المغربيه. هادو ما كيغنيش الاغنيه المغربيه لالا سعد؟ طبعا مغربي ما كاينش، كانوا على الاغنيه المغربيه. كاينين بعض الناس اللي كيغنيين دابا، يعني اللي باغيين يميعوا الاغنيه المغربيه ويديرونا، هما اللي داروا ديك الرونه ديال عذاب داك الصداع. شي تحب لك الميزان ديال خربوشه هو ياك جرحي. تقبلوش ممثل يكون مغني، وما كنتقبلوش ممثل يكون يقدم برنامج، وما كنتقبلوش هادشي. علاش؟ تافهه اللي خاصها تحارب ما كيحاربوهاش. والناس اللي تابعين واحد الدومين كيغنيو او كيمثلو او هذا دايرين فراده شادين مالكم، وحاربوا داكشي اللي كيسمعوا ولادنا. قلت الدين وقلت الاداب وقلت متبعين وحدهم تسابوا بداك السبان ديال الزنقه وتسابوا. هنا نقولوا لا، خرجتوا سبيتوا وعيرتوا وي، ها وحده شعرها خلاته بياض راه تسطات شرفات وتلفات. زعما انا غندخل ليها هاد الهضره منها، هو تدخل ما تخرجش منها. شفت هذيك الهضره ومشيت انا وراجلي تعشينا في الريستورون، مشينا شربت قهوتي ومشيت. زعما سقات فيا، هما اللي غادي يكونوا مسؤولين امام الله.